شباب في سؤال لكم انتو كل الصوفيين الموجودين، فاللي يحب يجاوب طبعا بغاز السيد الباز والسيد العتيبي والسيد السويد الحلبي والحصري والرفاعي والكفراوي وسيدي القناوي اي والله وسيدي الرفاعي وسيدي المجدي وسيدي الشاذلي وسيدي الشاذلي. سؤال سيدي الاشرم الرفاعي، نبي نسال الشباب احنا الحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، هل ودكم ان الصوفيه تكون دروشه واروشه وانشاد وارشاد، ولا ودكم انكم تطورون منها؟ يعني تبون تحبون تخلون التراث القديم بقياده طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، سيدنا ابو بكر عمر عثمان وعلي، سيدي احمد الرفاعي القيلاني البدوي الدسوقي الشاذلي الدرقاوي الكفتار البوطي العيدروس السقاف النقشبندي التيجاني العطاس كل يعني المجددين ابو الهدى الصياد الرواس معروف الكرخي، وكان منهم الوالد سيد والسيد هاشم الرفاعي. هل انتم عندكم فكره لتطوير الصوفيه ام تحبون تبقونها كتراث ما زال موجود؟ منو اكبركم عمرا؟ تفضل. العمر لا بنته. تفضل سيد ذيب الرفاعي يقول شنو ودك؟ العلم العلم لازم العلم. الطريقة يا سيدي هي عبارة عن أعمال مرضية لدى الله سبحانه وتعالى. صح. ليس صاحب الطريقة لا الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا سيد أحمد الرفاعي ولا بهاء الدين نقشبندي ولا الرواس ولا، بل صاحب الطريقة هو الله القائل بكتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتمم النعمة بمحمد صلى الله عليه وسلم. من الأعمال المبررات كقوله سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي اترك المآثم الظاهرية كالقتل والزنا والسرقة وأكل مال الحرام والغيبة والنميمة، والمآثم الباطنية كالرياء والعجب والنفاق والحسد والطمع. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسباب سلامة القلب ثلاث: خلو الوجوف عن الطعام، أي لا إفراط ولا تفريط، بقوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والثانية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكر مطلق، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد لهم أجرا عظيما. وأسباب الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: وكونوا فعل أمر، وكونوا مع الصادقين. أمر كل الصحابة كل المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، صادق بحاله بفعله بلسانه بعمله بكل شيء بأنفاسه صادق. والصدق منجاة، ما زال الرجل يصدق ويتحرى حتى يكتب عند الله صديقا، وعكس ذلك كذاب. هذه ثلاثة. نأتي إلى العمل الذي تراه الطبيب والمعالج. النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيبا ومعالجا، يعالجك من دقائق مرض قلبك، ثم استوى عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فالخبير الذي دعا الله سبحانه وتعالى أودع أسرار حكمة دواء القلب عند ذلك العارف بالله من وراث النبي صلى الله عليه وسلم، من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة. كل شيخ في الأرض حينما يكون له منظار رباني، والمنظار الرباني على قدر إيمانه، منهم من يرى مدينة الكويت، منهم من يرى الكويت كلها، منهم من يرى الكويت والسعودية، منهم من يرى الجزيرة العربية كلها، منهم من يرى نصف الأرض، منهم من يرى الأرض كلها. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. طيب، قلبه رأى الأرض، قال: يا ربي لا يكفيني، إيمان نبي ما يكفيني. قال: افتح له يا جبريل حتى يرى. ما ذهب إلى السماء، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سدرة المنتهى، رأى أكثر مما رأى إبراهيم. لهذا قال: بركة المدينة عادل ضعفين ما أعطي الله لإبراهيم في مكة. إيمانه نوره في قلبه أعلى من إيمان إبراهيم عليه السلام. هذا مفهوم الصحابة.
مفهوم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. البركة في المدينة أكثر من بركة في مكة. البركة النور الذي موجود في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نور جمال وفيه جلال، نخفض الجلال. لو عشت في الجلال ما تستطيع أن تعيش. الجلال يجي فيه قبض، والجمال فيه بسط. إذا ما يجيك القبض ما تستطيع عليه، إيش تعمل؟ تكثر من الصلاة على النبي. وإذا جاءك الجمال صارت عندك شوية نفس تقول إيه، تبدأ الاستغفار، حتصير عندك توازن. يجيك البسط، امسك الاستغفار. تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة. وإذا جاءك البسط امسك الاستغفار، وإذا جاءك القبض امسك الصلاة على النبي. الإنسان بين حال قبض وبسط، لكن متى يتخلص منها؟ حينما يكون قلبه فيه كمال لله سبحانه وتعالى. وهذا هو أدب المريد.